وضعية أم علي صعبة جدا، امرأة عراقية أصيلة تناشد أهل الخير حتى يتدخلون لعلاج زوجها اللي يعاني من حالة مرضية صعبة تتطلب تدخل جراحي فوري، خصوصا أنه هو الشخص الوحيد المعيل لهذه العائلة وما يملكون فلوس الإيجار، واضطروا يطلعون ابنهم الصغير للشارع يبيع علاليق حتى يوفر فلوس العلاج. هنا بدورنا رفعنا صوتهم وتحركنا على كل الجهات والأصعدة حتى نقدر نسعف هاي العائلة اللي ما يمتلكون أبسط الحقوق من مسكن أو قطعة أرض أو علاج أو حتى راتب عيلهم. حقيقة بثلاثة دا قلب بالمشروب بثنتين ونص، فاتصلت على الأستاذ حمزة مقبل تليفونه، كلفني أخوي الأستاذ عدي فاضل جعاري أنه عملية أخوي شو التكاليف. إحنا بلغنا الأستاذ حمزة بعد تكاليف إيش قد تكلف، 5 مليون 10 مليون، هاي بعد الأستاذ حمزة يمكن ويتخذ الإجراءات زين ويخصكم بالسلام، لأن والله العظيم ما عنده مجال إنه يحضر، فأرجو المعذرة حضرت بالنيابة عني. وهذا فد شيء بسيط، عينوا نفسكم به مدة الإيجار زين، وإن شاء الله إحنا هم نعوفكم على الخط، ما يكون خاطركم إلا طيب زين، بس إحنا تعال لا حول ولا قوة، أيد واحدة ما تصفق زين. إحنا ناس مواطنين، أحكي لك مو حكومة، ناس مواطنين زين، فنقول الحمد لله والشكر على كل حال، وإن شاء الله عملية رجلك كلف أستاذ حمزة، أستاذ عدي فاضل جعاري كلف أستاذ حمزة، قال له شنو تكاليفها؟ ايش قد باسرع وقت تدخل لي عمليات خلال هذا الاسبوع؟ نعم زين؟ نعم. واعذرونا من التقصير ونرجو المعذره، يعني نرجو المعذره والله العظيم. زين، ولان حقيقه دمعت هاي الطفل البارحه حيل اثرت بينا الله يشهد، من تقول ما عندنا غير ابونا وتبكي يعني زحمه. زين، فان شاء الله الناس الطيبه موجوده، وان شاء الله ان شاء الله الله بالكل موجود، وإن شاء الله الأمور ما تبقى على هي، إن شاء الله لازم يصير تغيير نحو الأفضل من ناحية البلد، ولازم اللي الناس اللي بطالة تشتغل والناس اللي تأخذ حقوقها من المو... هسه تقول يا الله مشي نفسك، خلي يسوي العملية ويقوم خير وسلامة، وهم نزوركم وهم منعفكم بيكم خير وتدللون، منعكم عين غطاء وعين فراش، منعكم ما يكون خاطركم الا طيب. زين، اعطيني بوسه يا ورده. مسجل مدرسه ولا يا صف ثالث؟ ثالث. تداومين ولا متداومين؟ بطلوني. ليش؟ منو بطلش؟ عطله. عطله عبالي تقول بطلوش. وين مدرستك؟ بالسوق. من يبدي الدوام الدراسي يخابر الاستاذ حمزه ملابسك سيتين مال المدرسه علي، ومصرفك مال المدرسة كامل عليه. زين، موسمين عليه مال المدرسة، موسمين عليه، فش اريدك تصيرين سباعية وتدرسين، اكو دري دراجاتك 100 زين، وذا كل ما تنجحين كل ما تنجحين ودرجاتك عالية والله اجيب لك هدية خوش، فتبلغني من يصير الموسم الدراسي. زين، ملابس لها سيتين كاملة مال المدرسة زين، والمصرف الدراسي كله عليه. الله يبارك. تدللين. السنة الجاية لك 50 متر قاع يم المسويب تجي تبناها، ترتب وضعك بيها. سجل بالقائمة 50 متر قاع عطي. هذا اللي الله يمكننا عليه. زين. هاي عهد رجال، السنة الجاية تجيني يجيب لك أستاذ حمزة 50 متر قاع تاخذين تبنين بيها وتقعدين، هذا اللي يقدر عليه. زين. ايه هاي 50 متر زيت هو بس زيت هيك هاي كافع يعين فرحه هم مسؤولين زين ما تبقى عندك هاي 50 متر في سبيل الله طبعا هي كانت حجي ولو تقاطعت كانت تقول اتمنى يزورنا هذا الانسان والله العظيم الحمد لله هو الله يسلط ناس على ناس زين هاي 50 متر هبه على روح اخوت الشهداء وامه وابويا وقف زين السنة الجاية تجيني بأي يوم تريدين كاتبها يجيب لك أستاذ حمزة كاتبها كاتبها حسين على 50 متر هي وكو عائلة ثانية 100 تبرعت لهم
كاتبهم 150 متر 50 ب 100 50 هنا و 100 هناك. بديت عمي بيها غرفتين وقعدي واللي يقدر عليه ساعدك بيها انا حاضر. زين هاي هم من الاستاذ عدي مو من عندي. بعد ما سمعت العائله بالاخبار الحلوه من خلال توفير قطعه ارض والتكفل بالعمليه الجراحيه لابو علي بالاضافه الى دفع بدل الايجار، غمرتهم سعاده كبيره، سعاده كانوا منتظريها من زمان، خصوصا انهم ناشدوا الكثير من الجهات لكن دون تدخل حقيقي لهم. هنا اجى دور الناس الطيبه، الناس العراقيه الاصيله اللي عندها الغيره، اللي تتكاتف وتحس بالفقير وتساعده حتى تدخل الفرح الى قلوبهم.